كل واحد يحب يستثمر شكل يعني أصابعك مو سوى. أكو حب كريبتو جازف حتى يربح أكثر بس احتمال أيضا خسارة أكبر. أكو يعني يستثمر الأسهم على المدى الطويل لأنه أأمن أو على المدى القصير أيضا بها خطورة. أكو حب يستثمر مشروع أو أملاك. ماكو شيء اسمه غلط أو صح وغلط، المسألة كلها نسبية. بالأسهم أكو نظريات واستراتيجيات للاستثمار. واحدة من هاي النظريات لاختيار الأسهم هي اسمها كان سليم، اللي سواها واحد اسمه ويليام جي أونيل. فخلي نسولف عليها شوية وحختار على أساسها يعني أفضل ثلاث أسهم لهذا الشهر ورا الفاصل من منصة إيبست. إيبست هي منصة تداول الأسهم والسلع وبها كل الأسهم اللي حنتكلم عليها بهاي الحلقة. المنصة هي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدر بحساب دمو تبدي بدون مقابل وتستثمر بهاي الأسهم بدون خطورة طبعا بدون فلوس، بس لما تتدرب وياهم وتتعلم وتستعمل الحساب هذا تصير عندك ثقة بنفسك، تقدر تحط مبلغ حقيقي وتستفاد من البونس اللي تطلق مياه الشركة 25%. وكل معلومات موجودة بالموقع الموجود بالرابط الموجود وين بالدسكريبشن. حتى ما نطول عليكم حنتكلم عن الطريقة هاي باختصار وبسرعة بدون الدخول بالتفاصيل. ومثل ما قلت حنختار على أساس ثلاثة أسهم للاستثمار يعني بهاي الطريقة. كان سليم هو اختصار لمجموعة عوامل، وكونوا هاي الجملة حتى يعني يتذكرون كل حرف شنو يرمز. أول حرف بالجملة هاي هو حرف السي، Current Quarterly Earnings Per Share EPS، يعني يرمز لأرباح السهم الحالية EPS. هنا يقول يعني لازم أرباح تكون للسهم صعدت 20% تقريبا أو أكثر عن السنة الماضية. A Annual Earnings، يعني الإيرادات للشركة إذا كانت زادت بشكل متواصل لخمس سنين متواصلة نسبة 20%. حرف الـ N للـ New Products، هاي تعني إذا الشركة أو المنتوج أو الخدمة هاي يعني جديدة على السوق، أو مثلا أكو كلام عليها كل شوية بالأخبار، ناس يحكون عليها بشكل عام بالإعلام، يعني أكو دعاية لها، إذا بيها هذا زين. S يعني Scarce Supply، هاي تعني إذا يعني ماكو عرض كبير من السهم مثلا بالمقابل حيكون طلب كبير وهذا يعني زيد سعرها. اكو شركات تشتري اسهمها على مود تقلل وجودها بالسوق. L for laggard stocks، هاي معناها الشركات او المنتوجات اللي سعرها يكون يعني مو بقد قيمتها الحقيقية، يعني اداء السهم ما يوازي السعر. القصد يعني انه سعر السهم رخيص مقارنة باداء الشركة، undervalued. I يقول لك pick stocks that have institutional support، معناها انه شوف اذا المؤسسات الاستثمارية والهيدج فاندز الكبيرة مستثمرين بيها وايا، كل ما يدعموها كل ما يكون احسن لك بشكل اكبر، يعني شوف الشركات الكبيرة ايش تسوي بيها. M يقول لك determine market direction، يعني لما نشوف المعدلات مع الاسواق بشكل عام شوف شون اتجاهها صاعدة او لا. هل معدلات الاسواق بشكل عام يعني شوف بشكل عام السوق شون دا يصعد او دا ينزل. طبعا هاي طريقة يعني مو لكل واحد، يمكن يحتاج لك شوية خبرة بيها، وهي يعني الناس اللي يجازفون اكثر لان يعني حتختار اسهم شركات بيها نمو عالي ومرات جديدة نسبيا، ومو مثل الاختيارات خلينا نقول الشركات البلو تشيب اللي تنمو بس تنمو بشكل يعني قليل على فترات طويلة. طبعا اكو خوف من يعني المتحور مع الدلتا الكوفيد وهبطت الاسواق يعني الفتره كم يوم ورجعت صعدت مره الاخ. اكو نوع من التفاؤل من هواي من الخبراء بان موضوع الدلتا ممكن ما يكون مؤثر جدا لانه الناس دا يلقحون هواية على الاقل بالدول الصناعيه الكبيره، ما دا نحشي على مناطقنا لانه هذا غير موضوع. على اساس هاي الطريقه والاستراتيجيه اكو ثلاثه شركات مرشحه للصعود هذا الشهر. واحده من الشركات هاي سناب، كلهم تعرفون يعني سناب شات، حتى انا عندي سناب شات ولو ما استعمله هوايه. فالشركه هاي دا تنمو بشكل سريع جدا، سعر السهم حدود بال $70 سبعينات دولار اتصور حاليا. وهاي الشركه زادت ايراداتها 116% عن السنه السابقه، 50% تقريبا من اسهمها عند الشركات الاستثماريه الكبيره، يعني لها شنو دعم
I institutional support اللي حكينا عليها، عندهم منتوجات جديدة مثل هاي النظارة الجديدة اللي ما متوفر حاليا، بس ممكن أيضا من تطلع يعني الناس يتوقعون أنه ممكن يصير إقبال عليها ويصعد سهم الشركة. الشركة الثانية هي شركة سكوير. هاي الشركة شركة دفع مثل PayPal، عندهم جهاز غير ترتبط بالتليفون وتستعمله كريجستر، تستعمل خلينا نقول بالمحلات والشركات الصغيرة للدفع بالكريدت كارد، تسهل أمور كلش هواي المشاريع الصغيرة الجديدة المحلات، حتى ما يروحون يعني يشترون أجهزة غالية وحسابات بنكية معقدة. شركة سكوير مبيعاتهم زادت 266% وربح السهم كان يعني كان قبل سنة أتصور ناقص 2 سنت صار هسه 41 سنت، يعني النمو كلش قوي للربح مع السهم، وإيراداتها بشكل عام زادت 666%. السهم الأخير هو انفيديا اللي هو يعني هو من الجيمرية يعرفون شنو هذا الكارت مال الشاشة اللي يستعملوه يعني من يسوون كمبيوترات ضخمة للجيمينج مع العاب ومع المونتاج أيضا وكذا. هاي يعني هاي التقنية والمعالج هذا يدخل بصنع هواية أشياء من ضمنها خلينا نقول الأجهزة الإلكترونية، أجهزة مال بلاي ستيشن، إكس بوكس إلى آخره. سهم الشركة صعد 55% سنة، وهو أكثر من معدل الـ S&P 500 اللي هو 17-18%. يعني شوف إيش قد صعد. كان أكو كلام عن تقسيم السهم أيضا إلى 4 أسهم وصعد على أثرها، وأرباح السهم زادت أيضا تقريبا صور 70-80%، وكانت أرقامها يعني أكثرها يعني أعلى من المتوقع من قبل وول ستريت اللي توقعوا الخبراء مال وول ستريت لها. فهذه الاختيارات يعني موجودة كلها على إيفست المنصة الراعية للقناة، ممكن تباعها وتشتريها هناك، تسوي حساب دمو، وإذا ما تريدون تستثمرون فلوس حقيقية وجربوا مثلا تشتروها وشوفوا بعدين بعد فترة النتائج مالتها شلونها. المهم دائما استثمروا بحذر واقروا اكثر على الانترنت على الشيء اللي تريدون تستثمرون به، كل ما تقرون اكثر كل ما يعني يكون استثماركم افضل، ولا تستثمرون فلوس ما تقدرون تخسروها، هذا لا تنسوا. طبعا انا اتكلم بشكل مختصر هنا بس يعني خلينا نقول اشوفكم شغلات يمكن انتم ما منتبهين عليها، بعدين راجع لكم انتم تراقبوا انتم تقرون بعد اكثر، وإذا تريدون تستثمرون بيها فهي هاي كلها كل ما تقرون أكثر كل ما تعبون نفسكم وتدورون على التفاصيل كل ما يكون استثماركم آمن.